خل علاقتك بالله قوية، اصلح ما بينك وما بين الله، وكل ما أبعدت ارجع. لماذا؟ لكي يحفظك الله، أنت محتاج لربك. وإذا تولاك الله والله لا يجعل لك من كل ضيق مخرج، ويرزقك من حيث لا تحتسب. وإذا توكلت عليه كان حسيبك الله عز وجل. إذا حفظ العبد يعطل كل السنن الكونية من أجله. كلنا نقرأ في سورة الكهف، كل أسبوع نقرأها، قصة الفتية اللي كانوا على الإيمان، ناموا 309 سنوات. لما قاموا من النوم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لما قاموا ما استنكروا أشكال بعضهم البعض وعرفوا بعضهم. 300 سنة لا جوع لا عطش، شمس ما تؤذيهم، الأرض ما تؤذيهم، أشعارهم جلدهم كل شيء على ما هو عليه. لماذا؟ لأن الله تولاه. والله لو تولاك الله لا يفعل لك العجب في حياتك، بس احسن ظنك بربك.